اشتكى عدد من فلاحي وتجار البطاطس في المنيا من غلق باب التصدير لمحصول البطاطس، وقال الفلاحون إن رفع أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وسماد وغيرهما مقابل انخفاض في سعر المحصول هذا العام جاء بمثابة الضربة القاضية على الفلاح. عملية عدم التصدير طبعا روسيا كانت بتاخد مننا شويه بطاطس كتيره والتصدير وقف، السوق المحلي يعتبر كده ما شالش البطاطس الخضر. فالمفروض النهارده لماذا كمستورد مثلا يشوف الوضع ايه بالنسبه لماذا حاله البلد، ان ما يقدرش السوق المحلي النهارده. السوق المحلي لماذا حاليا بياكل 8000 طن بطاطس يوميا، فالنهارده لماذا المفروض لماذا مثلا احنا نخف الضغط عشان خاطر برضه هو لماذا بدل ما ياكل 8000 ياكل 4000 طن. اقسم لك بالله الفلاحين كلها متداينه عندك، بتاع اللحم وبتاع السبخ وبتاع الخضار وجميع كفه ما يكون لفلوس، يبقى هنجيب منين احنا الوفاء؟ مات الفلاح مات. نزول سعر البطاطس السنه دي كميات كبيره مزروعه، ودي ناحيه. الناحيه الثانيه عدم التصدير، ما فيش تصدير خالص، كله واقف، والتكلفه بتاع الفلاح ان السنه دي شديده عن اي سنه، والفلاح مضروب ضرر ما حدش يحس بيه غير الفلاح.